ودي مرة شفنا احنا المغرب كي شفنا منتخب المغرب كيفاش بدينا احنا بدينا جا حسام طرحنا الموضوع اعطيته حسام لينيا نتاع الاتاك نتاع منتخب المغربي وبدينا نحكيوا على بي ناسيونو وغيره وكل بقينا احنا نعملوا في مقارنه ما بين المغرب وليد الركراكي ومنتخب المغربي اش عنده واش عنده واحنا كتونس شنو اللي عندنا بتقول لي اليوم انت صراع لن ولم يا اخي احنا قداش عندنا من ملاعب يعني نحكي على تونس انا صراع في تونس ام ولم ينتهي بين الملاعبيه اللي بين ناسيونو وبين الملاعبيه تاع شوم او ديرني قلت شحال هذه وجاب لهم الله الناس راه معاك نضحك ولا شاد في التوانسه ولا راه اكثر ناس كيغيروا منا واكثر ناس كيحلموا يكونوا في بلاصتنا ويطيحونا ويطلعوا هما في بلاصتنا والاعلام التونسي هما التوانسه او ديك الكراغي اللي راه دايرين مع ماده دسيمه كنضحكوا هذا الناس حماق هبال اغبياء كنشدوا فيهم مره مره وصا ولكن هاد الناس هادو الهم ديالهم الواحد هو انهم يتفوقوا على المغرب ويشدوا بلاصه المغرب وهادشي كنشوفوه دائما في البلاطوات التونسيه ولا عقلتوا على داك الخلاف اللي كان عندنا مع السمسار عبد الباقي بن مسعود اول كلمه كان قال لي قال لي بلا ما تفرحوا بزاف راه غادي يجي النهار اللي تونس سوف تعود بقوه وسوف نسقطكم بين على شنو عنده هنايا بواحد السرعه فائقه الغايه ديالهم هو انهم يطيحونا ويطلعوا في بلاصتنا كل اللي غادي يقول لك لا راه بحكم ان المغرب ولا كيتوفر لاعبين عالميين الانجاز اللي درناه في قطر تقريبا جميع الفئات السنيه تاهلوا لكاس العالم المنتخب النسوي تاهل لكاس العالم تاهلنا للاولمبياد المنتخب المغربي لكره الصالات ولا منتخب عالمي هادشي علاش المغرب في كره القدم ولا في مرتبه عاليه هادشي علاش كيضربوا بينا المثل ودائما كيتكلموا علينا ولكن الناس اللي متبعين الشان السياسي راه عارف انت فمن كيهضروا على الفوسفات راه اول كلمه كيقول لك كيقول لك المغاربه هما اللي سرقوا لينا حق تعلموا منا حق داو لينا الشركات داو لينا الناس اللي كانوا كيخدموا عندنا هنا فاش كيهضروا على قطاع السياحه نفس الكلام حنا كنا هاربين على المغرب كنا دايرين حنا اللي علمناهم جاو عندنا وقراو عندنا والله العظيم الا سمعت اساتذه تما كيقولوا بانهم حق المغاربه جاو عندنا حتى لتونس وقريناهم حق صيفطنا لهم اساتذه من هنا قراوهم حق داروا لهم في اي مجال هضروا الا كيقول لك حنا كنا متفوقين وكنا هاربين والمغاربه قراو عندنا وحنا اللي قريناهم وحنا اللي علمناهم عقده عندهم ديال انهم يكونوا متفوقين على المغرب ويتجاوزوا المغرب ويكونوا احسن من المغرب ولا كان فايتهم شي حاجه دائما كيبداو بالمقارنات وما يمكنش يهضروا على المغرب الا ويدخلوا المقارنات علاش حنا علاش هما دائما ما يمكنش لا باغي تهضر على واحد الموضوع هضر بلا ما تدخل راسك انت وحنا غنشوفوا واحد المقطع من جوج ديال القنوات كانوا بادين في نفس التوقيت وبمجرد ما هضروا على المغرب جبدوا راسهم ودخلوا في مقارنات وكذا وعلاش حنا وعلاش هما دائما وابدا والاشكال الاكبر والطامه الكبرى واللي قلت لهم شحال من مره هاد البلاطوهات اصاحبي راه عندكم واحد الكثره ديال البلاطوهات كلشي كيهضر كلشي كيخطب ما كتفيدوا الكره التونسيه والو الهضره من اجل الهضره وهادشي كيتكرر كل اسبوع كل اسبوع كتعاودوا نفس الهضره راه العين علينا حق اصاحبي تبقى مقابل المغرب دار المغرب جاب المغرب دار وبزاف الوقيته اللي عضيها في الهضره لو كان تحبس وتمشي تخدم دوك المدربين اللي مجلسنهم مدورنهم بلاطوهات كاين البلاطوهات اللي كيوصلوا 8 الاشخاص تخيل جوج سوايع وما كيهضروا اش كتفيد الكره التونسيه الكره التونسيه كل اسبوع كتزيد تغرق هذه 5 سنين وانتم كتلعبوا في ملعب واحد رادس وكل عام كتزيد تدهور الحاله ديالو في عوض دوك المدربين يمشيو يدربوا فروق اولا ما لقاوش فروق يمشيو على المدارس يكونوا لاعبين صغار اللي تقدر تستافد منهم الكره التونسيه في المستقبل لا جالسين نقول لي نقول لك لا داز المغرب دار فعل نو تخدم اصاحبي على راسك مدرب وعندك الشهادات وعندك كذا وجالس في بلاطو كتهضر اش كدير تما غير شي نهار نسمعكم كتهضروا وما جابناش المغرب ها هما جوج بلاطوهات وفي نفس التوقيت خدام المغرب تونس علاش هما علاش ماشي هما علاش حنا علاش ماشي حنا لا حول ولا قوه الا بالله نخليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات شادي رياض الى كريستال بالاس مقابل 15 مليون يورو قادم من بيتيس اللاعب المغربي شادي رياض ينتقل للبريمير ليغ وما احوجنا لاخبار كيما هكا لاعبيه توانسه واجدي ينتقلوا للبريمير ليغ فرق كريستال بالاس برايتون شبيك تضحك خالد لماذا هذه الضحكه التي تدل على استهزاء على خاطر برشا ماش معناش احنا معناش ملاعبيه نشتغل في البريمير ليغ حتى ملاعبي توا حتى ملاعبي منتصر التالبي مثلا ليه مستواه لا يؤهله هو انه يلعب في البريمير ليغ مش الحقيقه كان جاي خرج راه خرج عامليور بالباركور اللي عملوا اكسيبسيونيل مع لوريون سنين بعد الاصابه تاعك حتى سفره ولعب ماتشات الكل 90 دقيقه ولوريون شفناه فين في الترتيب عامليور باش يخرج السنه اللي هي تحب ولا ما تحبش جمعيته طايح ما تنجمش معناتها ماهوش في بوزيسيون فورس في موقع دونك ما تنجمش تقارن معناتها ملاعبيتنا نحن بالملاعبيه المغاربه سورتو معناتها هما عندهم برشا ملاعبيه مولودين في الاوروب وتعرف عندهم الباسبور معناتها هذه كل تسهل المهمه راهو تبدا انت مولود في الاوروب يعانينا نحن زدام لاعبيه عندهم دوبل ناسيوناليتي ماليش كيف نحن خويا التكنيك ما هما اقوى منا برشا تشوف انت تشوف انت تو انت كي تشوف معاك انا ما معنيش شوف لاعبين ناسيونال نتاع المغرب
ما دياز هز تشامبيونز ليغ، زياش هز شامبيون مع غالاتا سراي، الكعبي هز نسيري تحب عليه الميلان، نسيري تحب عليه الميلان، زيد ذكرني ياتين حمد الله يلعب مع بنزيما، بونو هز بونو معناتها بونو عبد الحارس احسن حارس عامل كلين شيت في السعوديه وفي في العالم العربي، معناتها تو با كومباري لانكومبارابل. زيد معناش واحد ينجم يلعب في بريمير ليغ ولا لاعب ينجم يلعب في بريمير ليغ. انا بريمير ليغ تاعك عليه ومش يلعب معنا ما نعرفش انا هاو فما انا حتى لاعب كريستال بالاس برايتون ما نجموش ما نجموش ما صعيب ما السبون واجد ما عندناش لازم نصلحوا برشا حاجات باش نخلطوا نطرحوا السؤال هذا. السؤال هذا ليس في محله و خاطر خالد قارن لي مع المغرب وانا ما نحبش نقارن مع المغرب لانه فايتين صحيح. فوالا فوالا دونك الحقيقه عندك نوتنغهام برينتفورد ايفرتون وولز فولهام بورنموث برايتون ما فما حتى حد ينجم يلعب في هذوما. ما فما لاعب تونسي حتى حد حتى ملاعب حتى ملاعب ولا ملاعبي. شكرا شكرا جوست جوست نقطه على نوري نوري شاهين. نوري شاهين سبتمبر 88 مولود 35 سنه وشويه مازال ما عملش 36 سنه. ليه ما متعودين عليهم احنا في الاوروبا نقول لك حاجه المانيا سورتو عمل عامين في انتاليا سبور ما بين ماناجير وشيف دو ديبارتمون فوتبول مع ديريكتور دو ديبارتمون فوتبول يلقى روحه لنا في ليكيب فيناليست تشامبيونز ليغ وليكيب الثانيه بعد البايرن في المانيا. كان جا في تونس راهم يسالوا فيه شكون هذايا ويرينا وقتاش ونرجعوا وجه نعطيوك ليكول كان تحب تي فضيحه هاي العباد اللي تخدم استراتيجي نفس الموضوع. كان جا في تونس اعطيني في تونس كيفاش تكون المعامله معناها 35 سنه معناها كله تحب تريني في فريق في تونس يقولوا لك واش لا ما برا يقول لك ساعه فريق في تونس معناها شنو فريق كبير فريق اي فريق كبير لا مستحيل كيما دورتموند في تونس لا مستحيل مستحيل هذاك علاش ماناش ناجحين في تونس شنو الاجابه اعطيني وهذاك علاش ما فما حتى اداره ناجحه في تونس يا عادل علاش نمشيو للبعيد يا برا شوف الديتكسيون تكنيك نتاع الفيدراسيون انت ليه هكايا ليه تي شنو هكايا ليه انت كي شنو معناها ما حبش سريتي احنا في الديتكسيون تي ليه تي علاه خاطر تخرج فيا راس راس مع سريتي برا شوف انت شنو الوضعيه وشوف كيفاش وشوف ظروف العمل معناها ظروف العمل حتى فما فما حتى فما اسامي شنو اخويا شنو اخويا مين اليوم راه ما راناش نوري شاهين تسمى راه شوف الثقه شوف الثقه حتى جوارديولا رانا ايكيب بي برشا ما عادش ليكيب تعرف بالمثال هذا نرجع شويه لفانسون كومباني طيح بيرلي تحت تعرفش معناها في تونس طيح كيب تتحط 60 سنه لقدام يحكيوا عليك وطيح الكيب الفلاني وبالنسبه لهم انت ماكش مدرب فهمت معناها يا ناس تعلموا دروس تعلموا موضوع التوانسه اللي يلعبوا لبرا موضوع لي بي ناسيونو موضوع التوانسه وديما كي نحطوهم مون كونكورونس سورتو علاش هي حسام يحكي لك على نهارين ثلاثه ما ذوم على خاطر بعد ماتش ناميبيا وبعد ماتش غينيا لعبوا براتيكمون التوانسه لي بي ناسيونو اللي يلعبوا من برا وما كانتش لي ريزولتا باهيين نرجعوا كي العاده من شكل هي بدايه الموضوع والله نرجع بدايه الموضوع من ماتش ناميبيا شوف بخلاف ماتش ناميبيا احنا كيفاش جبد الموضوع سي حسام جبدنا موضوع نحكيه على المنتخب المغربي بيسالش مش لهنا مش لهنا الموضوع ما جبدش لهنا موضوع تجبد بارتو بعد ماتش ناميبيا الناس كل قامت تحكي على الملاعبيه وتشك في قيمه الملاعبيه ولازمنا نجيبوا الملاعبيه اللي في تونس وعلاش الملاعبيه يلعبوا في الشامبيونات وما نعرفش شنو هذا كله ديما شفنا احنا المغرب كي شفنا منتخب المغرب كيفاش بدينا احنا بدينا جا حسام طرحنا الموضوع اعطيته حسام لينيا نتاع الاتاك نتاع منتخب المغربي وبدينا نحكيوا على لي بي ناسيونو وغيره وكل بقينا احنا نعملوا في مقارنه ما بين المغرب وليد الركراكي ومنتخب المغربي اش عنده واش عنده واحنا كتونس شنو اللي عندنا بتقول لي اليوم انت صراع لن ولم يا اخي احنا قداش عندنا من ملاعب يعني نحكي على تونس انا صراع في تونس ام ولن ينتهي بين الملاعبيه اللي بين سينو وبين الملاعبيه تاع الشامبيونه والموضوع هو مش مسؤول عليهم هو مسؤول يجيب وانت كجامعة كمدرب تصرف فيهم كيما تحب انت الموضوع تاع محمد سليم بن عثمان الاسبوع هذا خاصه بدا بالموضوع بتاع ماتش ناميبيا وقت اللي لعبت الملاعبيه وشفت العباد اللي الروندمون خايب ما كانتش تونس ما عملت ماتش باهين قامت وينو الملاعبي الفلاني وينو الفلاني وينو تاع الجمعيه الفلانيه والاخر يحب يعمل شعبويه مع الجمعيه الفلانيه ويلم شويه جمعيات وهي كيك هذاك هو الموضوع وفي الاخر السيد هذا تجبد اسمه معناتها ولات فما شخصنا اللي انا بيرسونيلمون ضد شخصنا في الموضوع وضد زاد انه نقولوا فما نجاح ولا فشل ديما لازم نسبوا الاشياء فما كل شيء بروبورسيونيل معناها فما حاجات نجح فيهم فما حاجات ما نجحش فيهم الحاجه المؤكده انه السيد هذا
حمزين بن عثمان انسان نظيف انتليكتويل خدم كيما قلت لك ما خدمش بحس حب ينجح في حاجات اليوم فما دي دوسيي راهو نجح فيهم بصفه كبيره فما دي دوسيي اليوم مازالوا اونكور كيما اسماعيل الغربي كيما الشرميتي هذوما دي دوسيي زاد يسون ان بو كومبليكي وزاد راهو حاجه اخرى كي تمشي في نيغوسياسيون كي نحكيو على لي دوسيي اللي ما نجحش فيهم راهو مش هو وحده راهو هو وراه مكتب جامعي وراه وعنده امكانيات يتصرف فيها معناتها اليوم انت كي باش تمشي تنيغوسي ماكش انت انت موجود قال ما عندناش لي مويان اللي عند الجزائر والمغرب هو بيدو قالها هو معناتها قال في البرنامج دونك الامكانيات لهنا هي اللي توفر لك كيما كيما اونترونور فما اونترونور عنده فيكتيف يخليه ينجم ينجح فما اونترونور عنده فيكتيف ما يخلوش ينجح هو كيف كيف الامكانيات اللي محطوطة على ذمته تنجم تخليه ينجح إلى حد ما وفما كيف كيف الموضوع اللي يريد نطرحه فيه من قبل اللي وينهم بقية الملاعبين اللي نحكيوا عليهم نحن على خطر كي وشكونهم اللي سوبر ستار اللي نحكيوا عليهم في العالم خطر شكون عنا وحاجة أخرى حاجة أخرى حاجة أخرى للتشكيك في الملاعبين التشكيك تاع الملاعبين اللي اليوم موجودين وشنو عملوا للمنتخب ولو كان ما جاش حنا بعد مجبري للمنتخب حنا بعد تصور ما جاش في المنتخب ويلعب في سيفي ويلعب في مانشستر ترى الدنيا قائمة قاعدة ولا تفشل إداري وفشل تواصل من عالسنين هو وفر شيء ذي هو بتبيع ديما قول هو وما هوش واحد وراه وراه مكتب جامعي هو اللي يخدم هو اللي يعطاه صلوحيات هو اللي يعطاه الإمكانيات وعطاه السلاح باش يمشي يتفاوض مع الملاعبية ذوما دونك وقت اللي نجحت انت هنا من بعد زاد فما أمور فنية فما أمور شخصية من الملاعب شنو قاعد يعمل في كاريره قاعد يلعب مش قاعد يلعب كيفاش الملاعبية ذوما زاد قاعد توظف فيهم في المنتخب كيفاش الانتيغراسيون نتاعهم في المنتخب انت البروجي نتاعك مع الملاعبيه ذوما سونو العمر نتاعهم وين تحب تمشي بهم دونك سي تانتو شوف انا باش بور كونكلور ضد اني نقول فشل ولا نجاح كل شيء نسبي لكن فما اجتهاد وفما عمل وضد زاد انا نقولوا الشخص وحده كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك او نرى ايديكم التعليقات ناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.